Deniyor ki Elbani mürciye midir? Elbani mürciye midir? Soruya dikkat edin. Elbani kimdir? Elbani selefi uyanışın ircaya kaymasının tağutlara kulluk etmesinin birinci müsebbibidir. Elbani kimdir derseniz biliyorsunuz selefilik bir uyanış olaraktan Arap dünyasında bir uyanış olarak başladı. İşte insanları kitaba ve sünnete davet etmek adına. Ama selefiliğin bir kırılma noktası var. O kırılma noktası nedir? Selefilerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen tağutların Müslüman olduğuna itikad edip onlara veliül emir demesi, ondan sonra gariban halkla uğraşıp gariban halkın bid'atlerine saldırmaları. Yani saldıracaksan bu bid'atlere yol veren tağutlara saldır. Gariban halktan ne istiyorsun? Peki bunun birinci müsebbibi kimdir? Bu konuda kitaplar yazan, bu konuda makaleler kaleme alan veya yaptığı konuşmaların yazıya döküldüğü ve Arap ülkelerinde bedava bir şekilde dağıtıldığı tekfir fitnesi diye Elbani'dir. Şeye soruluyor, Ebu Katade'ye soruluyor, Elbani mürciye midir? Cevap olarak ne beklersiniz? Yani muvahhid bir alim, Elbani'nin mürciyeliğinden önce Elbani'nin İslam'ının konuşulması lazım demesi lazım. Yani bu adam Müslüman değil. Elbani'nin mürciyeliğinden önce Elbani'nin İslam'ının konuşulması lazım demesi lazım. Yani bu adam Müslüman değildir demesi lazım. Diyor ki Elbani sünneti müdafaa eden büyük bir alimdir. Fakat kendisinde irca vardır. Yani mürciye de değildir Elbani ha. Elbani'de irca vardır. Fakat Elbani mürciye değildir diyor. Sebep? Çünkü diyor Elbani mürciyenin asıllarında mürciyeye muvafakat etmez. El-Mustema Ayn Fâğîn ba'ta yes'el ve yekûl Mâ huve râ'yu semâhetikum fil i'timâdi alâ mâ sahhahahu el-Albani. El-Şeyh Muhammed Nasr el-Albani, Nasr el-Din el-Albani min fîrat-i-Nas. Vahu min el-ulemâ el-mârufîn bil-istikâme vel-aqîdet-i-tayyibe والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها فهو عمدة في هذا الباب من ذلك أنهم يقولون في الشيخ الألباني إمام في الإرجاء ويقولون أيضا في كبار هيئة العلماء هنا يقولون فيهم إرجاء وجهل بالواقع للأسف إذا ناقشناهم شيء قالوا نحن من أهل السنة ونحن سلفيين وهكذا من هذا القبيل أشياء فإيش الموقف معهم إيش الكلام فيهم إيش أما كلامه في شوف العلماء فإنه لا يضر العلماء شيئا ولا أعلم عن الشيخ الألباني قولا يدل على أنه من أهل الإرجاء بل هو سلفي سني محدث قل أن يوجد في عصره مثله وأما هاي كبار علم هنا فدعواهم أنهم جاهلون بالواقع كغيرها من الدعاوي البينة على المدعي ولمن على من أنكر وهل ناقشوا هؤلاء العلماء وعرفوا أنهم أن عندهم جهلا بالواقع سؤاله الأخير عن ما يحصل من بعض الشباب في بلده من قدح في الشيخ الألباني رحمة الله عليه أولا يا إخواني كون الشباب المسلم يجعل همه القدح في فلان وفلان وتتبع عثرات الناس وزلات الناس وأخطاء الناس هذا أمر خطير لا يجوز الكل كلنا خطا وخير الخطائين التوابون ولا يوجد أحد منا معصوم من خطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عصمه أن يقره على أخطاء أما غير النبي فالأخطاء واقعة منه فنحن مخطئون ومقصرون الشيخ الألباني عالم فاضل محدث له نشاط واجتهاده وإذا هذا أمر لا إشكال فيه كون يقع منه أو من غير أخطاء الخطأ ممكن لكن إذا أخطأ العالم لا يجوز لنا أن ننسى فضائله وأعماله ونقضي على كل جهوده بخطأ وقع فيه هذا سائل يقول سماحة الوالد كثر في الآونة الأخيرة الطعن في الأئمة وكبار العلماء لا سيما في عقائدهم ومن ذلك العلامة الألباني رحمه الله حيث ظهر من الجهلة الأغرار من يرمونه بالإرجاء فما قولكم في هذه الفرية وما قولكم في سماحة الشيخ الألباني قطعا للخلاف الواقع بين طلبة العلم وكبسا للفتنة وجزاكم الله خيرا رجعنا إلى الكلام الذي مر وهو تجريح العلماء والكلام في الناس وأن هذا من الجرح والتعديل هذا كلام لا يجوز
في العوام، فكيف بالعلماء؟ والشيخ الألباني توفي إلى رحمة الله، ونرجو له المغفرة والرحمة، وله جهود جيدة، وعقيدته سليمة، وإن وقع في شيء من الخطأ فالله يغفر له، ولا يجوز أننا نبعث هذا الشيء وننشره بين الناس. نعم. هناك بعض الدعاة يذكرون أن يرمون الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء، فهل هذا صحيح ثابت عن الشيخ؟ الشيخ الألباني رحمه الله كغيره يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ في مسألة فلا نحكم عليه بأنه مرجي أو أنه، بل نقول إنه أخطأ في هذه المسألة. يقول سماحة الشيخ، هل من نصيحة لبعض الشباب وهم كثر الذين يقولون أن الشيخ الألباني مخطئ في مسألة الإيمان ومرجئ؟ لا أدري ماذا يريدون بهذا التصرف، ما بقي إلا أن ينقبوا عن الأموات. لا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من أهل العلم والمدافعين عن الحديث، وله نفع كبير. أما العصمة فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم عصمة. أفضل من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، ثم الفاروق، ثم ذو النورين، ثم علي، ثم بقية أخوانهم، وليس لأحد منهم عصمة. ومن ادعى أن أحد من المخلوقين غير النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فهو من أضل الضالين. الذي على كل المسلم أن يترحم على الشيخ الألباني رحمه الله، وعلى بقية المشايخ الذين رحلوا. وأما المرجي أو الأمرجي أو كذا، لا يخوض في هذه الأمور إلا من لا يحسنها في الحقيقة، وإلا فإن أهل العلم يعرفون لأهل العلم قدرهم. نقول، ما نصيحتكم في من ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويحذر منه، وما موقفنا من ذلك من هذا الرجل؟ أقول هذا من أعجب العجائب، كون الشيخ الألباني يحذر منه، يحذر من إنسان خدم السنة وأفنى حياته في الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيها وبيان ما يصح وما لا يصح. الذي ينبغي للإنسان هو أن يدعو له وأن يثني عليه وأن يستفيد من علمه. والحقيقة الناس في هذا الزمان، هناك شخصان ما يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما، الحافظ بن حجر والشيخ الألباني. يعني الاستفادة من الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة. ولهذا الذي يحذر من الألباني، أو يعني معناه يحذر من معرفة الحق والوصول إلى السنة.